ندخل على سكشن 8.3 اللي هو السورس كونفرشنز. السورس كونفرشنز نعرف بانه احنا كل مصدر اذا كان ايديال، مثلا عندي مصدر فولتية اذا كان ايديال فولتج سورس حنرمز له بهالشكل هذا، بس اكثر المصادر هي ما تكون ايديال، حيكون بيها يعني شنو ايديال يعني مثالية، ما تكون بيها ما تكون ايديال. ليش؟ لانه بيها مقاومه او انترنال ريزيستنس، يعني هذا المصدر الدائره اللي حربطها هي بين هذا الطرف وبين هذا الطرف، هذه الدائره اللي راح اربطها اللي حيطلع لي من المصدر هو هذول الطرفين 1 و 2، بس كداخليا المصدر هو راح يكون بهذا الجزء المظلل، هو هذا المصدر بي هو بي قيمه للفولتيه قيمتها اي ومقاومه هنا الار internal. هذا كله هو دي سي سورس، يعني فولتج سورس هو والمقاومه الداخليه مالته. زين نفس الشيء الكرنت سورس، الكرنت سورس هذا هم راح يكون بهالشكل هذا، راح يكون بس ذاك شنو حيكون عندي مصدر هيك بهالشكل هذا ومقاومه داخليه بهالشكل هذا واطرافه الخارجيه اللي راح تربط بالدائرة حيكون بهالشكل هذا. زين هسه راح اللي هو هسه هذه هنا هذا هو من هو الكرنت سورس، زين هسه شلون احول من هذا المصدر الى هذا المصدر، يعني افرض انه انا عندي دائرة بيها مصدر فولتية كفولتج سورس وبيها كارنت سورس، وانا اريد اتجنب احل انه او اللي ما يناسبني انه احل ككارنت سورس، فش اسوي؟ لازم هذا الكارنت سورس احوله الى فولتج سورس بالحل، احوله الى فولتج سورس باستخدام الحل. شلون راح احول بحيث اسوي دائره مكافئه؟ شلون استخدم الكارنت سورس كفولتج سورس؟ فاذا هذا شو اسميه؟ اسميه السورس كونفرشن. شلون احول من مصدر تيار الى مصدر فولتية وبالعكس؟ فحتى احول من مصدر التيار الى مصدر فولتية، من مصدر هذا التيار الى مصدر فولتية، يعني هذا او احول هذا، طبعا السهم هذا باتجاهين، يعني المصدر اللي حيجيني هنا ممكن احوله الى مصدر فولتية، والمصدر اللي هنا حيجيني ممكن احوله الى مصدر تيار. فإذا ردت أحول هذا مصدر الفولتية إلى مصدر تيار ايش حيصير عندي؟ حيتحول بهالشكل هذا. هذا مصدر تيار، طبعا قلنا مصدر تيار يصير على شكل دائرة وسهم. اتجاه السهم مالته ايش حيكون؟ باتجاه هذا المصدر، المصدر هذا إذا نيجاتيف مالته هنا هنا والبوزيتيف هنا راح يكون اتجاه السهم هالاتجاه، والتيار اللي راح يحمله ايش قد راح يكون مقداره؟ مقداره الاي على ار انترنال. هسه حولت المصدر، المقاومه هذه راح تكون ان بارالل ونفس قيمه هذه المقاومه، هذا الريزيستر اللي هنا نفسها بس انقلها على شكل بارالل، وهذه هي باقي الدائرة، يعني إذا كانت هذه نقطة واحد وهذه نقطة اثنين فهنا حتكون واحد واثنين، هي هذه السيركت اللي راح تربط ويا هذا الكرنت سورس. إذا حولت هسه شنو؟ حولت الفولتج سورس إلى كرنت سورس. زين لو العملية هنا بالعكس، عندي كرنت سورس وأريد أحوله إلى فولتج سورس، إيش حيصير هنا؟ حيصير عندي بما انه اتجاه التيار من الاسفل للاعلى، فحيكون عندي المصدر راح يكون بهالاتجاه هذا، النيجاتيف مالته هنا والبوزيتيف مالته هنا، والاي هنا الاي ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الاي اللي موجوده هنا في الار انترنال، في الار انترنال، والار انترنال راح اجيب احطها هنا.
فإذا كانت عندي الدائرة الواحد والسنين مالتها هنا أنا مربوطة إلى دائرة ثانية، ايش حيكون عندي؟ الواحد والسنين مربوطة إلى السيركت الخارجية. يعني هسه ايش سويت؟ هذا هو الفولتج سورس. باختصار هسه نرجع نعيد الحكي اللي قلناه، عندي اني هنا أنا مصدر فولتية اريد احوله الى كارنت سورس، فولتج سورس اريد احوله الى شنو؟ الى كارنت سورس، لاعتبارات انه اني اريد احل في دائرة معينة احتاج انه احول الفولتج سورس الى كارنت سورس. فايش حيصير عندي هنا؟ اني كارنت الفولتج سورس هو عبارة الكلي يعني الدائرة الداخلية مالته عبارة عن دي سي سبلاي وبعد شنو هي؟ ار انترنال، والجهة الخارجية هي 1 2 تربط للدائرة. راح احوله الى كارنت سورس، قلنا الكارنت سورس هو عبارة عن هيك دائرة وبداخلها سهم، هذا الرمز مال كارنت سورس. ايش قد قيمة التيار اللي يعطيني اياه هذا الكارنت سورس؟ هو عبارة عن الاي هذه اللي موجودة هنا على الار انترنال. الاي على الار انترنال هذا قيمة التيار مالت الكارنت سورس. المقاومة الداخلية مالت الانترنال ريزيستنس ايش حتكون؟ راح تكون على التوازي ويا المصدر. والدائرة الخارجية راح تربط بعد الار انترنال. بالنسبة للفولت الكارنت سورس اذا احوله الى فولتج سورس حيصير عندي؟ عندي هذا هو الكارنت سورس راح يتحول الى فولتج سورس. اتجاه الفولتج سورس حيكون هنا حسب اتجاه التيار، فهذا يروح التيار من الاسفل الى الاعلى، فاذا المصدر راح يكون بهالاتجاه. ايش قد قيمة الاي؟ الاي هي عبارة عن الاي في الار انترنال، الاي في الار انترنال، وان سيريز وياه شنو؟ الار انترنال. الاطراف الخارجية واحد واثنين وين حتكون؟ حتكون هنا اللي هي هذه راح ترتبط بالدائرة. طبعا هذا الموضوع سأتور من راح تقروه من تشوفوه هسه ما راح تعرفون بالضبط شلون يصير الا اذا حلينا عليه اكزامبل. فنحل عليه اكزامبل، ناخذ اكزامبل اللي هو اكزامبل ثمانية أربعة. ثمانية أربعة عندي هنا بعدة مطالب، عندي مصدر فولتية مقداره ستة فولت و R source قيمتها أو هي R internal نفسها مقدارها 2 أوم، وعندي النقاط الخارجية هي A و B، يعني هسه عندي المصدر هو هذا والنقطة الخارجية هي A و B راح تربط إلى مقاومة خارجية مقدارها 4 أوم. يريد بالسؤال convert the voltage source to a current source، يعني يريد أحول هذا هنا أنا A convert الفولتج سورس تو ا كارنت سورس. شلون احول الى كارنت سورس؟ قلنا اول شيء النقاط هذه الخارجيه راح ابقيها الاي والبي واحولها الى كارنت سورس. ايش حيصير عندي؟ بما انه اتجاه التيار الفولتيه نيجاتيف بوزيتيف، اذا الكارنت سورس ايش حيكون اتجاهها؟ بهالاتجاه هذا. والار انترنال مالته ايش حتكون؟ وياه على التوازي، وهذه هي نقطة الاي والبي. الاي هذه ايش قد قيمته حتكون؟ اي يساوي ستة على اثنين، يعني اي على ار اس وتساوي ستة على اثنين وتساوي ثلاثة امبير. إذا هذه تساوي شقد؟ 3 أمبير. زين الآر إس هذه شنو هي؟ تبقى نفسها نفس المقاومة اللي موجودة هنا، بس شو أسوي لها؟ مقاومة ما تكون سيريز هنا حتكون هنا بارالل، وأكمل الدائرة ما تشوشك ورا الأي وبي أكملها كأنما دائرة عندي اعتيادية.
اللي هي الار ال قيمتها 4 اوم. هذا اذا حولنا الفرع الاول انه convert the voltage source to a current source. بعدين شو يريد من عندي؟ calculate the current through 4 اوم resistor. يريد احسب التيار through 4 اوم resistor. فاجي احسبه بهذه الطريقة. اول مرة بهذا الجزء احسبه. اريد احسب الـ IL بالحالتين. اشوف هو نفسه صحيح اني طلعت من حولت هذا المصدر الى هالشكل هذا حيطلع اللود هنا أنا او الـ RL. تسحب لي نفس التيار اشوف. هسه بما انه عندي الحالة الاولى قبل ما احول. بما انه عندي هنا مصدر ويا مقاومة. وبعدين انسيريز ويا مقاومة ثانية. فاذا التيار IL شو يساوي التيار الكلي مات الدائرة اللي يطلع لي من هنا نفسه. وشو يساوي لي؟ يساوي الفولتية الكلية على منو؟ على RS زائدا RL. يعني شو يساوي لي؟ 6 على 2 زائد 4 1 أمبير. إذا هسه أبا على هذا الرقم. هذا الرقم لازم وين أطلعه؟ نفسه لازم يطلع لي هنا أنا. بس بالحسابات حاجة أحسبه. إيش أقول؟ شو استخدم اني التيار هنا انا عندي كلش قد 3 امبير. شو استخدم؟ اقدر استخدم يا قانون حتى اطلع الاي ال بدون ما احسب التيار الفولتيات. زين شو احتاج؟ استخدم الكرنت ديفايدر رول. استخدم الكرنت ديفايدر رول حتى اطلع الاي ال. شلون اطلعه؟ اقول التيار الكلي في ار يا ار معدهم اس اللخه على RS زائدا RL. يعني شو يساوي لي؟ شقد عندي التيار الكلي طلعنا 3 في 2 على 2 زائد 4 ويساوي 1 أمبير. إذا طلع لي نفس النتيجة. إذا معناها الدائرة هذه اللي سويتها هي دائرة صحيحة. إذا أقارن الدائرة الأولى ويا الدائرة الثانية، الدائرة قبل ما أحول المصدر طلعت لي 1 أمبير باللود، والدائرة بالحالة الدائرة بالحالة الثانية هم طلعت لي شقد التيار؟ طلعت لي 1 أمبير. إذا ما أثر علي تحويل المصاعد. هسا راح أجي يقول لي بالسؤال replace the 4 ohm load with 1 kilo ohm load and calculate the current IL for the voltage source. فإذا هسه ديش دي يقول لي؟ دي يقول لي احسب التيار IL إذا حولنا هذه المقاومة وسويناها 1 كيلو أوم. إذا هذه المقاومة حولناها وسويناها 1 كيلو أوم، شقد راح تطلع لي التيار؟ إذا كان عندي هنا فولتج سورس يعني الدائرة الأولى وعندي الـ RL تساوي لي 1 كيلو أوم، شقد قيمة الاي ال؟ راح اجي عليها قانون، اجي على هذا القانون اطبق هذا القانون. شو يقول لي؟ يقول لي الاي ال ايش راح يساوي لي؟ الاي على الار اس زائد الار ال. شو يساوي لي؟ يعني اجي اعوض 6 على 2 زائد 1 كيلو اوم في 10 الاس 3. ايش قد راح يساوي لي؟ يساوي لي 5.99 ملي امبير. فرأسي شي يريد من اذن هذه حتى اباور اشوف شنو تأثير اللود هنا ايش قد فرق لي. زين في حالة انه عندي المقاومة صارت قيمتها بالحالة الثانية، بالحالة الثانية شي يريد من عندي؟ Repeat calculation of part B assuming that the voltage source is ideal. يعني شنو ideal؟ يقول فرع C إذا كان المصدر هذا voltage source هو ideal voltage source. شنو يعني ideal؟ قلنا voltage source يعني الـ R مات الـ internal أو الـ RS شو تساوي لي؟ إذا الـ RS تساوي لي صفر، يعني RS تساوي لصفر في حالة الـ ID voltage source. شقد الـ RS تساوي لصفر؟ يريد من عندي أحسب الـ IL في حالة الـ ideal
فولتج سول. استخدم نفس القانون بس اوض مكان الار اس ايش قد؟ صفر، واشوف شنو تاثيرهم. ار اس زائدا الار ال يساوي لي 6 على 0 زائد 1 في 10 الاس 3، ويساوي نفس القيمة تقريبا، لانها ما راح تاثر لي هواية، راح تطلع لي قيمتها تساوي لي 5.99 ملي امبير. فاذا معناتها المقاومة الداخلية ممكن واحد يقدر يهمل تأثيرها وما يخليها. فدائما احنا بالمصادر اكثر شيء بالدوائر ما نستخدم، ما نحط قيمة الار اس، ناخذ بس المصدر هنا والمقاومة الداخلية ما تنعتبرها صفر، لانه ما تأثر لي هواية على الحل، خصوصا اذا كانت الدائرة الخارجية المقاومة مالتها كبيرة. اذا مقاومتها كبيرة هنا الار اس ما راح تأثر لي على الشغل. فدائما شوفون بالكتب ما يكتبها. هذه بالنسبة الى الconversion of voltage source و current source. راح ناخذ نفذ اكزامبل صغير وننهي المحاضرة. نبدي ناخذ نكمل على الاكزامبل السورس conversion. راح ناخذ عندكم بالملزمة اكزامبل 8.5. ثمانية خمسة اللي هو آخر اكزامبل عندي بهذه المحاضرة. عندي هذا شنو هو؟ قلنا هذا current source. ايش قد قيمته؟ تشوفون اتجاه الكرنت مالته الى الاسفل. قيمة الكرنت قيمته 9 ملي امبير، والار انترنال مالته 3 كيلو اوم، والار لود الخارجية قيمتها 6 كيلو اوم. وهذه هي النقاط الخارجية اللي رابطة بها السورس. هذه هي النقاط الخارجية. شي يريد ما عندي بسؤال: convert the current source to a voltage source and find the load current for each source. يعني يريد من عندي الـ IL بحالة انه كان عندي current source وبحالة الـ voltage source. قلنا شلون احول هذا الى voltage source؟ راح اقول بما انه اتجاه التيار من الاسفل للاعلى، فش حيكون عندي المصدر الاي؟ حيكون اتجاه بهالاتجاه هذا، هذا هو الاي. مش قد قيمة الاي هذه؟ الاي راح تساوي لي الاي في الار اس. يعني شو تساوي لي؟ تساوي لي 9 ملي امبير في 3 كيلو اوم، وتساوي مش قد 18 فولت، تساوي 27 فولت، تساوي 27 فولت. المقاومة هذه الار انترنال وين راح تربط؟ كنا بما انه فولت سورس، فاذا راح ترتبط هنا وبنفس القيمة اللي هي 3 كيلو اوم. هذه النقاط هي شنو؟ هي النقاط الخارجية اللي هي اي و بي. واكمل الدائرة مالتي، هذه هي الـ RL اللي قيمتها 6 كيلو اوم. زين، بعدها شو يريد من عندي؟ اريد اطالع الـ IL هنا والـ IL هنا، وحتى اشيك اشوف هو نفس القيم. بالنسبة لهذه بما انه التيار عندي هنا اشقد 9 ملي امبير، فش حستخدم؟ استخدم طبعا التيار هنا راح يمر بهالشكل هذا، يتقسم الى جزئين، جزء هنا وجزء هنا. فباستخدام الـ Current Divider Rule راح اقول الـ IL شو يساوي لي؟ التيار الكلي في الـ RS على RS زائد RL نفس الطريقة، وأقدر أطلع أعوض بالقيم، راح يطلع لي 9 ملي أمبير في 3 كيلو أوم على 3 كيلو أوم زائد 6 كيلو أوم. بعد ما احول القيم هذه الملي امبير والكيلو اوم راح يطلع لي قيمه التيار يساوي لي 3 ملي امبير. هذه بالحاله الاولى. بالحاله الثانيه هنا شو راح اطلع التيار؟ ال عادي دائره سيريز. اقول الاي طبعا التيار هنا شو راح يكون اتجاهه؟ بما انه هذا المصدر في الاتجاه،
فإذا التيار كله وين حيكون اتجاهه؟ اتجاه التيار كله راح يكون بهالاتجاه هذا. نفس الشيء هنا التيار هذا شلون حيكون اتجاهه؟ اتجاه التيار راح يكون بهالاتجاه هذا. هذا هو الاي ال. الاي ال ايش راح تساوي لي هنا؟ الاي الكلي ويساوي الاي على ار اس زائد ار ال. هنا ايش قد طلعناها؟ 27 على 3 كيلو اوم زائد 6 كيلو اوم، وشي يساوي لي 3 ملي امبير. يعني الاي ال بالحالتين ايش طلع لي؟ طلع لي نفس القيمه. اذا الكونفرشن، عمليه الكونفرشن هنا هي تكون عمليه صحيحه بالقيم اللي طلعناها. فرع بي بالسؤال يريد من عندي ريبليس ار اس. فرع بي ريبليس الار هنا الار لود سويها 10 اوم مكان 6 كيلو اوم، سويها 10 اوم، ايش حيصير عندي؟ ويريد من عندي احسب التيار كالكوليت ذكرن. فالتيار ايش حيكون هنا؟ 27 على 3 كيلو اوم زائد 10 راح يساوي لي التيار الكلي راح يساوي لي 5.99 ملي ثمانية بوينت تسعة سبعة ملي أمبير. هنا أنا طلع لي 3 ملي أمبير، وهنا أنا طلع لي 9.97 ملي أمبير. وهو شي يساوي لي تقريبا راح يساوي لي 9 ملي امبير. ومحاضرة الجاية ان شاء الله نكمل على موضوع النودل اناليسس والبرانش كارنت ميثود، ونكمل ان شاء الله على المحاضرة الجاية.